بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السيد رئيس المجلس التأسيسي، المجلس الوطني التأسيسي المحترم السيد الوزير الأول سي الباجي قيس سبسي، السادة والسيدات أعضاء المجلس الأفاضل، شعبنا الأبي، إنها لحظة فارقة في تاريخ بلادنا وشعبنا التي نعيشها اليوم تحت قبة هذا المجلس الموقر، إذ نستكمل بناء مؤسسات الدولة عبر منح الثقة لأول حكومة منتخبة لثورة شعب تونس، ثورة الشباب الرائد الذين رفعوا من شأن تونس وشعبها العاليا وجعلوا منها منارة لعصر عربي جديد. هذه الثورة التي توجت تطلعات التونسيين جميعا جيلا بعد جيل من الحرية والعزة، وجسمت أمالهم في تأسيس برلمان وطني ديمقراطي، وأريد في هذه المناسبة المتميزة أن أترحم أولا على أرواح شهداء الثورة الأحرار، وأحيي جرحاها الذين فتحوا لنا بدمائهم الزكية وتضحياتهم طريق الحرية، طريق الكرامة، طريق الانعتاق من وطأة الاستبداد الذي جثم على صدور التونسيين لعقود طويلة. نقول لشهدائنا الأبرار، سنظل أوفياء لدمائكم ونعاهدكم بعزم لا يلين أننا سنعمل على تجسيد أهداف الثورة بلا كلل ولا ملل، ونؤكد أن تظل مطالبكم أمانة في أعناقنا جميعا، وسنجعل منها المصباح الذي ينير طريقنا نحو بناء تونس التي أردتموها عزيزة حرة ديمقراطية تتسع لكل أبنائها. أيها السيدات والسادة، ما كنا لنبلغ هذه اللحظات المهمة في تاريخ الدولة التونسية الحديثة لولا جهود وتضحيات أبناء الحركة الوطنية وأجيال من المناضلين من أبناء شعبنا بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم. هذه أيضا مناسبة نعبر فيها عن اعترافنا بالجميل بكل أنصار الحرية في العالم الذين وقفوا مع تونس في محنتها، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي شاركتنا المعركة ضد الدكتاتورية وساهمت في معركة الحرية. الشكر أيضا لقوات جيشنا الوطني الذي حمى الثورة وقدم نموذجا في الوطنية والالتزام بقيم الجمهورية. كما نثمن جهود المؤسسة الأمنية التي سهرت على حماية أمن المواطنين وإنجاح العملية الانتخابية، وشرعت في عملية إصلاح من شأنها أن تعيد لها الاعتبار وتجعل منها مؤسسة جمهورية تعمل في إطار القانون وخدمة الشعب والدولة بعيدا عن الحسابات السياسية، وهي تتجسم الآن صعاب توفير الأمن في ظروف بالغة الصعوبة. الشكر لرجال ونساء الإدارة التونسية وإطاراتها الكفأة
التي ضمنت استمرار مؤسسات الدولة وأدائها لوظائفها الاجتماعية والاقتصادية. الشكر أيضا للرجال الذين أداروا المرحلة الانتقالية بمجنبين البلاد الوقوع في الفراغ ومحققين هذه النقلة نحو الديمقراطية. الشكر للسيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق، وإلى السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول وأعضاء حكومته، ولزملائنا وأصدقائنا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي برئاسة السيد عياض بن عاشور، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبرئاسة السيد كمال جندوبي. الشكر لكل هؤلاء الذين عملوا على نحت اللبنات الأولى للديمقراطية في بلادنا من خلال إنجاح الانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المؤتمن اليوم على الثورة وعلى صياغة دستور جديد لتونس ومراقبة آداء الحكومة في المرحلة القادمة. وأخيرا وليس آخر، الشكر أيضا لشركائنا في مقاومة الدكتاتورية، سواء الذين هم اليوم في الحكم أو الذين بوأتهم العملية الانتخابية مواقع المعارضة التي هي من مقتضيات نجاح التجربة الديمقراطية. السيدات والسادة، لقد حرصنا أن تكون هذه الحكومة الائتلافية تعمل ما أمكنها على جمع كلمة التونسيين وتوحيد صفهم حتى نواجه التحديات متوكلين على الله، معتمدين على عزيمة مواطنينا ويقظتهم وتفهمهم. إن التزامنا بروح المسؤولية في تحمل مهام إدارة شؤون الوطن يحتم علينا توخي الصراحة والشفافية والوضوح والتشاور مع شركائنا والاستماع إلى شعبنا الذي ائتمننا على هذه المسؤولية، مع تشريك المجتمع المدني من أجل التقدير الموضوعي لأوضاع بلادنا والتشخيص الدقيق لمجمل المشكلات الهيكلية والظرفية التي ورثناها عن النظام البائد، وذلك بغاية رسم معالم السياسات المناسبة والقطع النهائي مع حقبة الاستبداد. فنحن جميعا في هذه الفترة الحرجة نبحر في مركب واحد، وليس أمامنا من خيار غير النجاح، وسننجح جميعا بإذن الله، وستكون تونس أكثر قوة ومناعة. السيدات والسادة، ورثت بلادنا منظومة حكم فردي استبدادي ومؤسسات سياسية ودستورية فاسدة وقوانين صيغة أغلبها لخدمة مصالح شخصية وفئوية وعلى علاقات اجتماعية وسياسية مختلة، بما ولد أزمة ثقة بين النخب والطبقة السياسية والمجتمع، وجعل الفجوة بين السلطة والشعب تتسع يوما بعد يوم. وإن من أوكد مهامنا اليوم إعادة بناء هذه الثقة وتحصين الحريات الفردية والعامة. لذلك سنعمل على التأسيس لمشاركة واسعة لجميع الأطراف ضمن رؤية تشاركية منفتحة، فتونس وطننا جميعا، ولا بد أن نبنيه معا، أغلبية وأقلية، حكومة ومعارضة، مجتمعا مدني وجمعيات أهلية ونخب، وشباب نساء ورجالا، بلا إقصاء أو تهميش أو تمييز. وفي هذا السياق سنتعاون من موقعنا على أن يكون الدستور الجديد عنواناً للحريات الفردية والعامة
ولحقوق الإنسان في أرقى مضامينها ومدلولاتها، ولإعلاء شأن المواطن دستورا يترجم تطلعات الثورة في العدالة والكرامة والحرية، والمؤسسات الرقابية المستقلة، ويقر نظام الجمهورية المدنية الديمقراطية المتأصلة في هويتها العربية الإسلامية المنفتحة على العالم، جمهورية تستفيد من الانسجام الديني والثقافي والسياسي الذي يميز شعبنا. سيداتي سادة، ستقوم الحكومة بإدارة أعمال الدولة وفقا لما خوله لها القانون المنظم للسلطة العمومية، وستعمل متضامنة في الشروع الفوري على إنجاز المسائل التالية: استرجاع الحقوق المهضومة بإنصاف عائلات الشهداء وكل الجرحى والمصابين من أبناء الثورة وضحايا الاستبداد وجبر الأضرار، ورد الاعتبار والاعتراف ما قدموه للوطن، وهي من أولويات مهام الوزارة المحدثة لهذا الغرض. الشروع في خطوات عملية الاستجابة إلى مطالب العاطلين من أبناء شعبنا، وفي مقدمتهم شبابنا الحاملون للشهائد في الشغل والعيش الكريم، وسنخوض جميعا هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة وبالإمكانيات المتوفرة، وذلك بدفع وتنشيط الاستثمار الوطني والخارجي، وتشجيع المبادرات والأفكار الخصيبة، وتفعيل وتوسيع مراكز التكوين وربطها بحاجيات السوق، والإحاطة بالباعثين الشبان عبر آليات وسياسات تأخذ بأيديهم وتحفز المؤسسات والحرفيين على انتداب وتكوين وتأهيل العاطلين، مع تحمل الدولة منح تكوينهم حتى يقع إدماجهم في الدولة الاقتصادية عبر بعث المشاريع الصغرى والمحلية والجهوية بمنحهم القروض الصغرى ميكرو كريدي. وبنفس آلية هذه القروض الصغرى سنعمل على وضع خطة عملية لدعم وإيجاد فرص العمل ضمن العائلة المنتجة، وتحقيق هدف الدخل لكل عائلة، والأولوية للعائلات المعوزة، مع إيجاد آليات في ترويج منتجاتها. مساهمة الدولة في مجهود التشغيل بإحداث بين 20 و25 ألف موطن شغل في الإدارة العمومية، استثمار فرص الشغل في الدول المجاورة والصديقة، وخاصة ليبيا الشقيقة والخليج وأوروبا، عبر رصد حاجيات أسواقها بإنشاء قاعدة بيانات لطلبات الشغل فيها، وتصغير كافة جهود وإمكانيات الوكالة التونسية للتعاون الفني للاستجابة لهذه المطالب عبر التكوين والمتابعة ضمن عقود تحفظ كرامتهم، مع التأكيد على استيعابهم في الدورة الاقتصادية عند الرجوع من الوطن. وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وتبعا لما شهدته سنة 2011 من ارتفاع ملحوظ ونقص في العديد من المواد الأساسية، قابله نقص المراقبة الاقتصادية مما كان له الأثر السلبي على قفة المواطن، وخاصة منها الشريحة الضعيفة. ستعمل الحكومة على الضغط على الأسعار ومراقبتها وإحكام مسالك التوزيع، وتدخل الدولة عند اللزوم لتعديل السوق وخاصة في المواد الأساسية، مع ترشيد الاستهلاك للحد من مدونية العائلات التونسية. إن حرصنا الشديد على دعم المقدرة الشرائية للمواطن والضغط على الأسعار مع ضمان التوازنات المالية العامة للبلاد، يحتم تعميق النظر مع الأطراف الاجتماعية المعنية بالزيادات في الأجور أو اقتطاع من أيام العمل في إطار المفاوضات الاجتماعية القادمة.
وليس بيسعنا الدخول في هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلادنا إلا بإرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على الشراكة الوطنية بين كافة الأطراف الاجتماعية، يؤدي إلى بناء سلم اجتماعي متين ودائم. وفي هذا السياق فإننا نقترح إنشاء مجلس وطني للعقد الاجتماعي برئاسة شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة، يتولى إدارة الحوار والتواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية قصد التوصل إلى وفاق وطني. واعتبارا لما نوليه من أهمية للنهوض بالوضعيات الاجتماعية للفئات الضعيفة، سنعمل على تعزيز الإحاطة بالعائلات المعوزة والفاقدة للسرد من خلال الترفيع من المنحة الشهرية المخصصة لهم لتستجيب للحاجيات المعيشية الضرورية ولمستوى العيش الكريم ضمن مقاييس شفافة وعادلة، وكذلك الزيادة في عدد المنتفعين بهذه المنحة لتصل إلى حدود 235 ألف عائلة، أي بزيادة 50 ألف عائلة، مع تمتيعهم بطاقات العلاج والدواء المجاني إن شاء الله. مع تنويع مصادر هذا الدعم بفتح وتشجيع باب العمل الخيري والإغاثي وصناديق الزكاة ودعم الجمعيات التنموية جنبا إلى جنب مع الجهد الاجتماعي للدولة. من ناحية أخرى، لا يخفى عليكم أيها السادة والسيدات الأفاضل الهشاشة التي بات عليها اقتصادنا الوطني والصعوبات التي يواجهها، ومن ذلك ضعف قدرته التنافسية في مقابل غياب سلطة القانون وآليات الرقابة والمحاسبة والمساءلة، الأمر الذي جعلنا في وضع اقتصادي حرج زادته تداعيات التوترات السياسية والأمنية التي أعقبت الثورة صعوبة على صعوبة، بحيث تعطلت آليات الإنتاج وتراجع الاستثمار الخارجي وانكماش الاستثمار الداخلي وضعف القطاع السياحي. وإذ نؤكد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وحق الإضراب مع تفهمنا للمطالب الحقيقية والمشروعة، فإننا نرفض المس بالممتلكات الخاصة والعامة وتعطيل حياة الناس وإرباك الوضع العام وتعطيل المرافق العمومية من مثل قطع الطرقات وحراق المصانع والمؤسسات والاعتصامات الغير مبررة، فإن الحكومة عازمة على توفير الأمن على قاعدة احترام القانون وحقوق الإنسان. قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السيدات والسادة، لا شك أن ثورتنا المجيدة تستمد عمقها من الأحياء والجهات التي حرمت لعقود طويلة من التنمية والعيش الكريم، عانت الإقصاء والتهميش. لذلك سيكون أهلنا في هذه المناطق والأحياء التي سقت بدماء شبابها وشاباتها شجرة الثورة وتربة الحرية على رأس أولوياتنا وفي مقدمة جهود الحكومة وفي قلب البرنامج التنموي الذي نتطلع إلى تنفيذه. سنجعل من هذه المناطق والأحياء واحة تنموية نشيطة، فالاستثمارات ستنطلق من هناك والمؤسسات ستفتح في تلك الربوع والأحياء أولا وأساسا، وسنجعل من هذه الجهات نقطة انطلاق للتنمية في كامل البلاد، معتمدين على الله تعالى، على الله سبحانه وعلى كفاءات وطاقات شعبنا. سيتم العمل في سياق هذا الجهد التنموي على مراجعة نظم الخدمات العامة
وخاصة منها المجال الصحي بدعم طب الاختصاص في المناطق الداخلية وبتعزيز مراكز الصحة الأساسية وتوسيع المستشفيات الجهوية وتحسين تجهيزاتها وتطويرها وتشجيع الإطارات على الاستقرار في المناطق الأكثر حاجة للرعاية والعمل على برورة مشروع إصلاحي صحي شامل. دفع وتشجيع الاستثمار العام والخاص بالجهات، وذلك باستحداث مناطق صناعية بتذليل العقبات الإدارية والعقارية والتشريعية أمامها، بما يمكن من استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي ومواصلة دعم الاستثمار العمومي وتعزيز البنى الأساسية من طرقات وربط حديد لبعض الجهات خط تونس والقصرين مثلا، تيسيرا لترويج منتجاتها الأسواق الداخلية والخارجية عبر المرافئ والمطارات، وتوسيع المسالك الفلاحية وطاقات التخزين، كما سنعمل وتحسين نسب التزويد بالماء والصالح للشراب، وتوسيع شبكة الكهرباء والغاز للمناطق الصناعية والفلاحية خاصة، توفير السكن اللائق خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة في هذه المناطق وغيرها، وذلك بجهد مشترك فيه الحكومة والمجتمع الأهلي، تشترك فيه الحكومة والمجتمع الأهلي، وتهذيب ما يزيد على 30 حي شعبي من أحزمة المدن، لأنه لا معنى لاقتصاد لا يلبي أدنى الضرورات لحياة كريمة وعيش متوازن لمواطنينا وشعبنا. ومن أولوياتنا أيضا استرجاع الحقوق المغتصبة وضمان العدالة الانتقالية مبنية على المحاسبة والمصالحة، متجنبين كل إشكال الانتقام. ومن ذلك أيضا إنصاف عائلات الشهداء وكل الجرحى والمتضررين من أبناء الثورة وضحايا الاستبداد، وجبر الأضرار ورد الاعتبار والاعتراف بما قدموه للوطن، وكذلك التفعيل الآني للعفو التشريع العام. كما أننا واعون بالصعوبات التي تواجه بعض القطاعات ومنها القطاع السياحي، ولذلك سنرصد ميزانية إضافية للترويج، وسيتم الإحاطة بالمؤسسات التي تعاني من المدنية ومعالجة وضعية العمال الموسميين، كما سنعمل على تيسير إجراءات الدخول لكل الوافدين السياحيين لبلادنا بدون تمييز، وسنولي القطاع الفلاحي ما يستحق من أهمية استراتيجية، وتوفير الاعتمادات المادية والموارد البشرية، ومعالجة ديون صغار الفلاحين بحلول سريعة وناجعة من أجل تطوير فلاحتنا وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. سنسعى إلى مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها تحقيقا للعدالة والشفافية والنجاعة. وفي مجال التعاون المالي ستعمل الحكومة على التواصل مع شركاء لتأمين الموارد المالية الضرورية للمشاريع العاجلة وضمان توازن الدفعات للسنة القادمة، معولين على إمكانية البلاد الذاتية بعد التعويل على الله سبحانه وتعالى، وعلى تعاوننا مع أشقائنا وأصدقائنا. وعلى الصعيد المصرفي ستبدأ الحكومة في إصلاح القطاع في إطار سياسة مالية ونقدية متطورة وعصرية بغاية تنويع مسالك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنشيط السوق المالية، وسنجعل القطاع يستفيد من إمكانيات التي توحي المصرفية الإسلامية. كما سنعمل على إيجاد حلول للعجز المتفاقم للصناديق الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن المرض دون إرباك للميزانية الدولة، والذي بلغ حدود 120 مليون دينار في موفى هذه السنة في هذا المجال. وسنشرع في إصلاح عميق للمؤسسات التي نخرها الفساد،
سواء في الأمن أو القضاء أو الإدارة أو صلب المؤسسات المالية والمصرفية، ومن دون تشفل وبعيدا عن منطق الظلم، لأننا لا نريد أن نقاوم الظلم بظلم جديد. ففي المجال الأمني سندعم ونشجع الإصلاح الأمني في هذه المؤسسة لتشمل كافة أجهزتها، بدءا بالبرامج التكوينية للأعوان، مع تأكيدنا على تحسين الظروف الاجتماعية ووسائل وظروف العمل والإطار التشريعي لأعوان السلك. كما سنولي اهتمام بالجماعات الجهوية والمحلية. وفي سلك القضاء سنتعاون مع المجلس التأسيسي لإرساء هيئة وقتية مستقلة للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء، وسنعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية لسلك القضاء. وبالتوازي مع كل ذلك ستبذل الحكومة قصارى جهدها لاسترجاع الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع والمقربون منه، كما سنسعى إلى معالجة قانونية وعاجلة لوضعية المؤسسات والأملاك المصادرة. وفي إطار الإصلاح المنظومة التربوية سنشرع في إدارة حوار وطني يشمل مختلف الأطراف من مربين وأولياء وتلاميذ وجامعين وقوى وطنية، حتى نبلور جميعا نموذجا لتطوير منظومتنا التربوية، نعلي من خلالها من شأن العلم والمعرفة والبحث العلمي، ونروج للابتكار، وسيحظى التعليم العالي بما يستحق من اهتمام. وكخطوة عاجلة سنولي اهتمام لإعادة النظر في التوجيه الجامعي استجابة لتطلعات طلباتنا، وتشجيعا للبحث العلمي والارتقاء بجودة التعليم وإعادة النظر في منظومة المنح الجامعية كما وكيفا، وتحسين مستوى الخدمات الجامعية، وتحفيز جهود المستثمرين لمزيد بناء المبيتات. السيدات والسادة، مع ارتفاع منسوب الفساد في الدولة انتهكت الأخلاق بجميع روافدها وتدهورت القيم بشكل غير مسبوق، فأفسدت السلوكيات والأذواق والعلاقات الاجتماعية. لذلك نعتقد اليوم أن التأسيس لمنظومة قيم جديدة حاجة ملحة لمجتمعنا ومؤسساتنا، وللثقافة هنا دور بارز ومحوري. وسنعمل على تجديد الثقافة بجميع مكوناتها وتعبيراتها، وسنرعى أهل الفن والإبداع، وسنمهد لهم السبل الإنتاج الثقافي دون قيود خدمة لأهداف الثورة ومبادئها. كما سنولي القطاع الإعلامي بمختلف مكوناته ما يستحقه من العناية، حتى يكون الإعلام حرا متعددا مستقلا خادما لأهداف المجتمع دون قيود، فقد ولى زمن الوصاية والرقابة. وإلى جانب تلك الإنجازات العاجلة والحيوية، فإن الفريق الحكومي سيعمل متآزرا على الشروع في إصلاح عميق شامل ومتدرج. فحكومتنا عازمة على محاربة كل أشكال الرشوة والفساد وإهدار المال العام، وعلى ضمان الشفافية الكاملة في التصرف. وسنضمن الكفاءة والاستقلالية لمؤسسات الرقابة المالية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل. وسنعمل أن يعطي السادة الوزراء المثل على في خدمة الشعب وإدارة الشأن العام والحرص على الشفافية والتقشف. وسندعو في هذا الإطار جميع أعضاء فريقنا الحكومي وكبار موظفي الدولة إلى التصريح بجميع ممتلكاتهم عند بداية ونهاية المهمة العمومية. السيدات والسادة، وتقديرا لجهد الجالية التونسية في المهجر في تمثيل بلادنا ومساهمتها في مجهود التنمية، تم استحداث كتاب لدولة تتولى العناية بأبنائنا في المهجر،
والاستفادة من خبراتهم والدفاع مصالحهم المادية والمعنوية. وبهذه المناسبة أتوجه إلى جالياتنا بالشكر على نضالهم وبنداء لهم جميعا ليساهموا معنا بكل قوة في نهضة البلاد بالمشاركة في الجهد الوطني للاستثمار وببعث المشاريع وبدعم التبادل العلمي والفني. سيداتي سادة، إننا سنعمل على ضمان حقوق الإنسان، ومن ذلك تجريم كل أشكال التعذيب وانتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للمواطنين، وضمان الحريات العامة والفردية، كما سنطور التشريعات والبرامج والمؤسسات والبنى التحتية بما يسهل لذوي الاحتياجات الخاصة التمتع بحقوقهم والقيام بواجباتهم في إطار المواطنة الكاملة. كما أننا ملتزمون بحماية مكاسب التونسيات وتعزيزها كما نصت عليها القوانين التونسية، ومن ذلك الحق في الشغل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق، انطلاقا من مبدأ المساواة في المواطنة وفي الحقوق والواجبات، مع إيلاء المرأة الريفية عناية خاصة، وفي إطار بناء نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي يضمن كل الحقوق، سنسعى بإذن الله إلى تنظيم تمويل الأحزاب وإخضاع هذا المجال لهيئة مستقلة حتى نوفر أفضل الظروف لعمل الأحزاب ونحميها من كل أشكال التبعية. أما المساجد وسائر أنشطتها التربوية والتعليمية المختلفة فسنعمل على ضمان حيادها من كل دعاية حزبية. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. السيدات والسادة، أما على الصعيد الخارجي فإن من أوكد أولوياتنا تطوير علاقاتنا بمحيطنا المغاربي وخاصة الجارين الليبي والجزائري وتمتين صلاتنا بشقائنا العرب، وسيتم ذلك بالتوازي مع تنشيط علاقاتنا بشركائنا بالاتحاد الأوروبي والارتقاء بها إلى مستويات أعلى مع تعزيز علاقاتنا بالولايات المتحدة الأمريكية وتنشيط علاقاتنا بعمقنا الإفريقي والإسلامي والانفتاح على القوى العالمية والإقليمية الصاعدة مثل تركيا والصين والهند والبرازيل وغيرها في إطار الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة وانسجاما مع المكانة تحظى بها فلسطين. فلسطين في قلوب التونسيين والعرب وسائر أحرار العالم. سنواصل فلسطين في قلوب التونسيين والعرب وسائر الأحرار في العالم. سنواصل دعمنا للقضية الفلسطينية والدفاع عن أشقائنا وحقهم المشروع في استعادة أرضهم وبناء دولتهم وعاصمته القدس الشريف. السيدات والسادة، بأيدينا وحدنا متوكلين على الله عز وجل نعيد بناء بلادنا وتعود مؤسسات الدولة إلى موقعها الطبيعي في خدمة التونسيين والتونسيات، ونحن مع بعضنا مسؤولون عن حاضر تونس ومستقبلها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. عاشت تونس، عاشت الثورة. المجد لشهدائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.